السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناة ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله غنهضروا على بايونير، تعريف ديال بايونير، ايجابيات وسلبيات، والاهم من هذا الشيء كامل الطريقة الصحيحة لانشاء حساب بايونير توصلك حتى للدار، البطاقة البنكية ديال هذا الحساب اللي هي ماستر كارد وبصفر درهم. نبداو على بركة الله. ما هو بايونير؟ بايونير هو واحد البنك امريكي مشهور، كتقدر انك تفتح فيه واحد الحساب واخا كنتي خارج امريكا، وتقدر انك تستقبل الاموال ديالك من جميع انحاء العالم. الا كنتي خدام مثلا في الدروب شيبين، او خدام في الادسنس، او عندك شي خدمات كتقوم بهم بالمقابل في الانترنت، فهاد البنك هذا غيصلح لك، لانه يمكن لك تستقبل الاموال ديالك وتخرجهم في الدوله ديالك. دابا غادي ننتقلوا لاشنو هما الايجابيات ديال بايونير. فبالنسبه للايجابيات ديال بايونير، اول حاجه هو حساب مجاني، يعني الا كانوا متوفرين فوق الشروط نتاع اكثر من 18 عام، فراه باستطاعه ديالك انك تنشئ واحد الحساب اللي هو مجاني وسهل كذلك، لان الطريقه نتاعت الانشاء الحساب سهله وسهله جدا. وثالثا مقبول من مواقع متعدده، يعني تقدر تشري به في الانترناسيونال، في الناسيونال، يعني كاين بزاف ديال المتاجر اللي كيقبلوا هذه البطاقه نتاعت ماستر كارد بايونير. اما بالنسبه للسلبيات، فبالنسبه لي انا انطلاقا من التجربه المتواضعه ديالي، فما لقيتش فيه حتى شي سلبيه، لا من السبور ديالهم، من احسن لي سبور اللي كاينين، يعني كيهضر معاك، كيعطيك الوقت الكافي ديالك، كيحل لك المشكل ديالك. يعني بالنسبه للتكاليف نتاع الشراء او لا تكاليف نتاع نقل الاموال من بايونير لبايونير او من باي بال لبايونير، فهي جيده وجيده جدا مقارنه مع باقي البنوك. الحاجه اللي كتبان شويه صعيبه هي طريقه ربط بايونير مع باي بال، هذه هي اللي شي شويه الناس كيتشكاو منها، ولكن كنوعدكم ان شاء الله غنعطيكم واحد الطريقه نتاع القبول 100% من بعد هذا الدرس ان شاء الله. دابا غادي ندخلوا للمعقول وغنوريكم الطريقه نتاع انشاء حساب بايونير بلا ديك 30 دولار اللي كيقولوا لك خص تكون عندك في الكونت ديالك الا بغيتي يصيفطوا لك لاكارت، حيت الا دخلتي من الموقع الرسمي ديال بايونير وبغيتي تجيب لاكارت ديالك فضروري كيقول لك خص تكون عندك في حساب 30 دولار، وهذيك 30 دولار كيلقاو فيها بعض الناس مشاكل. داكشي علاش انا عطيتكم هذه الطريقه اللي هي غراتويتمون، ولكن الا كنتي من السر وكان عندك الفلوس سير اخويا شري سولد بايونير ودوز الحساب ديالك وغاتجيك لاكارت حتى للدار حتى هي. ملاحظه 30 دولار تكون عندك في الكونت، ماشي غادي ياخذوها لك، هي تكون عندك في الكونت. اما بالنسبه الاقتطاعات فانا ما عمرهم قطعوا لي شي حاجه من غير داكشي نتاع الترانزاكسيون اللي تيبان تقريبا قليل وقليل بزاف 1%. اول حاجه اخوتي غنجيو هنايا غندخلو الاشتراك باستخدام البريد الالكتروني، غادي ندخلو العنوان البريد الالكتروني ديالنا، غنديرو الاسم الاول ديالنا، غنديرو اللقب، وغنكريو هنا واحد المود باس. هذا المود باس هو ديال اير بي ان بي، من بعد غنديرو الشهر فاش تزادنا واليوم والسنه. عندكم ديروا قل من 18 عام، لان قل من 18 عام ما غيتقبلش لكم. وغنديروا لا اريد تلقي الرسائل، وغنديروا اشتراك. من بعد غيدوزونا لهذه الواجهه الاخرى، غنديروا قبول، يعني هذه شروط نتاع الموقع حنا غنوافقوا عليها. فبالنسبه لينا حنا هنا اللي كيهمنا غنجيو لهنايا للحساب ديالنا، غنديروا الحساب، من بعد الحساب غندخلوا لهاد الدفعات، غادي يصيفطونا لهنا دفعات العائد، غنختاروا هاد الوسطانيه هادي، اوتوماتيكمون غطلع لينا هنا واحد الخانه فيها اضافه طريقه دفع العائد، غنكليكيو عليها، غادي يدوزونا باش نختاروا البلد ديالنا، فاخي انت اختار البلد ديالك والمعلومات الشخصيه ديالك والعنوان الشخصي ديالك اللي غتوصل فيه البطاقه. انا بالنسبه لي هذا حساب وهمي، غندير كاع المعلومات اللي غتشوفوا في هذا الدرس فهي وهميه. غندوزو هنا غيعطونا الطرق، حنا كتهمنا بايونير، غنديروا مسبق الدفع من بايونير، غيدوزونا باش نعمروا المعلومات. هنا غنديروا المعلومات ديالنا كيف قلنا قبل الصحيحه، انا غادي ندير عنوان وهمي في بروكسل بلجيكا، ندير النيميرو نتاع الشقه مثلا، وهنا كنزل لتحت وكندير الكود البريدي ديال المدينه، ومن بعد غندير التالي،
هنا غيخرجونا لهاد الخانة هادي، غنديرو عاوتاني التالي من بعد غيدخلونا البايونير باش نكملو البيانات ديالنا. فدابا راه دخلنا البايونير عن طريق ار بي ان بي، المعلومات هما اوتوماتيك مكاينه، يعني داكشي اللي دخلتي في ار بي ان بي اوتوماتيك داز لنا البايونير. غنديرو سويفون، نديرو هنا الهاتف. هاد الهاتف راه ضروري يكون ديالك ويكون مشغل. هنا غادي يخرجوا لنا واحد الاسئله واجوبه، من الاحسن هاد الاسئله نشدوا واحد المذكره ونقيدوا الاسئله اللي بغينا ونديروا الاجوبه اللي بغينا حتى هما. المهم هو ان هاد الاسئله واجوبه نعقلوا عليهم باش من بعد الا اتصلوا بنا ولا شي حاجه كيسولونا على هاد المعلومات كيخصهم يكونوا عندنا هما باش كيتاكدوا بان الحساب ديالنا. اختاروا مثلا هادي، يعني اي سؤال اختاروا اللي عجبكم واختاروا حتى الجواب ماشي مشكل يكون صحيح، المهم داكشي اللي اخترتو عقلوا عليه. هنا مجال العمل، نديرو مثلا انا ديزاين اند الملتي ميديا، وهنا كندخل هذيك الباتشه اللي بانت لكم لتحت وغنديرو سويفون. وهنا غنديرو واحد الكونفيغوراسيون ديال لا كارت، غادي نجيو هنا للدوله، وهنا غادي نديرو اما رقم لاكارت ناسيونال ولا البيرمي ديالك ولا الباسبور. حنا في هذه الحاله غنختاروا لاكارت اللي سهله، غنجيو هنا غنديروا رقم لاكارت، هنا جاكسبت، هنا كوموندي، دابا مبروك عليكم راكم نشئتوا الحساب. دابا غادي ندوزو باش ندخلو الكونت ديالنا بايونير باش نشوفو واش نيت كريا لينا الكونت ديالنا ونشوفو المعلومات اللي عطينا في هذاك الحساب بايونير. فغندخلو البايونير واجهه جديده، غنجيو هنا غنديرو التسجيل وغادي ندخلو الايميل باش تقيدنا وغنديرو الباسورد اللي درنا ديجا. هنا فاش كنبغيو ندخلو كنديرو السينير انفو، كنبغيو ندخلو كيقولوا لنا واش نتاكدوا بالرقم ديالك بانك راه انتاني اللي فتحتي الحساب. حنا كنقول لهم ماشي دابا حيت اصلا هذاك الرقم الوهمي اللي درت. وهنا غادي يعطونا اسئله تاهم بحال الشكل تاع اير بي ان بي، هاد الاسئله ضروري تعقلوا عليهم. هنا خويا شوف هاد الاسئله اللي غادي يعطوك نهار يوقع لك شي مشكل تبغي تتصل بهم يحلوه لك غيسولك اول سؤال هو هذا، هذاك السؤال اللي سيزيتي انت عقل على الاجابه ديالو وقيده. وها الحساب ديالنا بالاي دي كليونت، هادي حتى هي عقلوا عليها لانه غادي يقدروا يسولوك عليهم حتى هو. غادي تعقل على داك الاي دي ديالك باش انفو تدخل، فباش انفو تتصل بهم المعلومات كاملين يكونوا عندك ولا يعطوك شي سؤال وما تعرفش تجاوبه. هنا ندخل هاد البارامتر ديال لاكارت، فهنا خويا ملي كتدخل لاكارت هنايا اون فوا توصلك لاكارت للدار كتهز هذاك الكود وكدير هنا اكتيفي وكتدخل دوك 16 رقم اللي عندك في لاكارت وكدير جاكسبت وكتبع المعلومات. انا راه باقي ما وصلني والو، دونك راه ما يمكنش ليا نعمر هاد المعلومات. كان هذا هو الدرس ديالنا، ما تنساش اخويا كي ديما ابوني، فعل الجرس، دير جيم وبارطاجي مع خوتكم، والله يوفقنا جميعا.